في محافظة دوبراف وكل المؤسسات وكل الفعاليات بدون استثناء توجه رسالة أننا جنبا إلى جنب مع الوفد القيادة الفلسطينية مع الوفود التي تتحاور من أجل صياغة برنامج وطني واحد، برنامج وطني مشترك يستطيع أن نواجه كل التحديات التي تعصف بقضيتنا. هذا الشعب يتحد مع القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس أبو مازن من أجل إيصال رسالة لكل العالم أن هذا الشعب عظيم، أن هناك 29 احتلال تعاقبوا على هذه الأرض وكان مصيرها الزوال. هذا الاحتلال صحيح يمكن أن يستمر أشهر ويمكن أن يستمر سنوات، لكن حتمية التاريخ تقول أن هذا الاحتلال زائل، هذا الاحتلال زائل. فالمغول والتتار وتيمور لانك وهولاكو وكل الاحتلالات كما كان مصيرها الزوال، ايضا هذا الاحتلال زائل. مزيدا من الوحدة، مزيدا من رص صفوف، مزيدا من توجيه الضربات لقطع طعام المستوطنين وجنود الاحتلال، مزيدا من الوحدة مع قيادة شعبنا. التحية لشعبنا العظيم، المجد للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى. عاشت فلسطين حرة عربية. ثوابتنا هي قلاعنا الحصينة، حقوقنا هي دماؤنا التي تجري في عروقنا. لن تصادروا قرارنا المستقل، لن تضيعوا حقوقنا، لن تلغوا ثوابتنا. هرولوا كما شئتم، طبعوا كما تمنيتم، فأنتم وحدكم. نحن معنا التاريخ ومعنا جماهير أمتنا العربية. لا كنا ولا بقينا إن تنازلنا عن ثوابتنا، لا كنا ولا عشنا إن خلنا مبادئنا. والآن مع كلمة محافظة دوباس يلقيها علينا سيادة اللواء الركن يونس العاص محافظ محافظة دوباس والأغوار الشمالية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه إلى يوم الدين. أريد في كلمتي هذه أن أرسل رسائل الخمس. الرسالة الأولى لفخامة الرئيس، أقول لك يا فخامة الرئيس بهذه الحشود من أبنائك في محافظة دوباس، أقول لك لقد صدقت العهد وصدقت الوعد لأبناء شعبك، فصدقوك ولن يخذلوك، فتجاوبوا معك. لقد وحدت القوة في شعبنا، وحدت القوة في شعبنا، وحددت الأهداف الرئيسية في هذه المرحلة لشعبنا، وهي لا للضم ولا لاتفاقية العار في هذا القرن للأسف. هذه الرسالة الأولى لفخامة الرئيس، وأنك اخترت الأسلوب أيضا في النضال في هذه المرحلة، الحرب الشعبية أيضا والمقاومة الشعبية، وبالتالي حددت الأسلوب لتحقيق الأهداف المرجوة لأبناء شعبك. كما أنك أيضا بدأت في تحديد وتوحيد الجهد وحده، وبالتالي بانتخابك قيادة للمقاومة الشعبية لقد أصبح شعبنا من رفح إلى جليل. أما الرسالة الثانية لنتنياهو،
فأقول لك يا نتنياهو، طالما أنك تريد، طالما أنك تريد بأن تأخذ أموال أبناء شعبك، أبناء شعبنا العربي، فأقول لك إن طالما، شكرا لك على خدمتك لنا، أنك تريد أموال اليهود في داخل الدول العربية من عهد سيدنا محمد، وخاطب كل المسلمين في الخليج، انظروا كيف يتعامل الإسرائيليون. لقد شكل من عدة جامعات، من عدة جامعات بار إيلان ومير السبع والقدس وحيفا وتل أبيب، ليقوموا فقط بحصر الأموال اليهودية داخل الدول العربية. وبالتالي نقول لكل هؤلاء شكرا لك، لقد أصبحت هدفا لنا في هذا الموضوع. ونحن نريد التعامل أيضا عبر المواثيق الدولية، ونقول لك هناك قدسية 181 وقدسية 194، ولهذا لماذا لا تفكر بدل أن تستجلب اليهود من كل أصقاع الأرض، من الجنسيات والديانات والأصناف المختلفة من العالم، لماذا لا يعود الفلسطينيون أنفسهم إلى بلادهم وإلى أرضهم؟ وهذا هو الذي يوفر السلام لك ولدولتك إسرائيل. إذا بقيت بهذا الأسلوب فأنك تحاول جاهدا القضاء على العيش اليهودي في منطقتنا وفي إقليمنا. وأما ترامب فأقول له إن هذا الرجل الذي تحاول أن تضعه مخالفا لكل الشرائع الدولية وهو نتنياهو، نقول لك إذا أردت الهدوء في الإقليم، لماذا لا يعود اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم ويحق لهم أن يختاروا إما العيش في أرضهم وإما الذهاب إلى أي بقعة في الأرض لأعمالهم ولتجارتهم أيضا المشروعة؟ إن شعب الفلسطيني لم يعد ما يفكر عنه نهائيا في هذا الموضوع، هم أصحاب الفكر. وبالتالي من خلال هذا الموضوع نقول لك إذا أردت الهدوء في الإقليم فنحن في حواف العالم على الصعيد الجيوبوليتيك العالمية لاحتلال العالم، نحن في أطراف العالم. إذا أردت الهدوء فعليك أن تتصرف بما يلي: واحد، عودة اللاجئين إلى أراضيهم. اثنين، التعويض على أبناء شعبنا الفلسطيني باستخدام أراضيه المحتلة منذ عام 48 حتى الآن. ثلاث، اختيار وخيار الشعب الفلسطيني، إما العودة والتعويض، العودة والتعويض. وإذا حاولت أن تكسو علينا فنقول فلنختار إما العودة أو التعويض، ولا تنازل عن ذلك. نحن في قرار الشرعية الدولية اكتسبنا 46% من مساحة فلسطين. وأما أخي وقائدي أبو مازن قال بفعل الضرب في المحيط السياسي قبل بدولة فلسطينية على حدود 67، أي أنهم باحت على 5 من فلسطين التاريخية. ولهذا السبب، ألا يكفيك يا نتنياهو؟ ألا يكفيك يا نتنياهو هذا؟ ألا يكفيك ترامب للتهدئة في هذا الموضوع؟ يجلب إلى فلسطين المحتلة من كل أصقاع الأرض، وأما الشعب الفلسطيني يبقوا في المخيمات في ظروف استثنائية لا يمكن السكوت عليها ولا الضغط فيها في هذا الموضوع. أما الرسالة الرابعة أقولها للعرب: يا عرب، ثروتنا القومية أخذوها، هذه الثروة التي يمكن أن تبقي أعزاء لكل أمتنا العربية، أخذوها من لا يستاهلها. ومع هذا يلاحقوكم ويقولوا بأن لهم مقبرة في المنامة. يا ملك البحرين، ادفع ثمن خدمات هؤلاء
أيضا للإسرائيليين. وللسعودية أيضا نقول بأن أيضا يريدون منكم 100 مليار بدل أموالهم والتعويض عن أموالهم منذ عهد الرسول. إذا منذ عهد الرسول 1400 يناير سنة، بينما نحن فقط من 48 نتعويض. ولهذا سأقول لشهدائنا ولذوي شهدائنا، اطمئنوا فنحن على العهد ولن نفرط بدماء شهدائنا. ولأسرانا كل الاحترام لكم، لن ننساكم ونحن نعرف عذاباتكم في داخل السجون. وأخيرا نقول لقد تغيرت قواعد الاشتباك يا نتنياهو، فأصبح من رفح إلى شمال جنين دولة واحدة. إذا ما ضربت في أي منطقة فسيرد عليك من مكان آخر. هذه قواعد الاشتباك الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودورة حتى النصر. والسلام عليكم. في الختام أيها الفلسطينيون الأماجد، إن أبو مازن يستند إلى هذا الجدار الصلب من الجماهير الفلسطينية التي لن تخذله. من طوباس من الأغوار الشمالية نوجه التحية لقيادتنا الفلسطينية الصابرة الصامدة المصطفى الموحدة، ولكل أمناء فصائلنا الوطنية تحية لكم جميعا. عاشت فلسطين وحمى الله شعبنا الفلسطيني.